خليني اخد كابتن محمد فاروق من كابتن محمد انت فاروق فين يا ولد؟ من الامارات. يا كابتن فاروق ازيك؟ يا كابتن اسلام، ازيك؟ اخباركم ايه؟ كابتن رضا، كابتن ابراهيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ احنا قلنا نطمن عليك يا روح. مال بس صوتك مقطوع ليه كده يا روح؟ كابتن فاروق، زعلش يعني معلش. كابتن رضا قال فاروق تاه في الامارات وقعدنا ندور. الثقه بتاعتك كانت هتدور زي عليا بايلر فين؟ ما انا بالظبط يا روح. موجود اهو، لا بجد قلقنا عليك فعلا. انت كويس؟ انا كويس، انتوا كويسين انتوا الثلاثه؟ طيب لا معلش يا روح، احنا بنطمن عليك انت بس. بنمعلش لك بنمعلش لك. ماشي يا ابراهيم. كابتن رضا، مبروك طبعا لكل جماهير نادي الزمالك ومجلس الاداره. طبعا النهارده كان يوم حلو لغايه بعد صراحه ما المباراه انتهت. صراحه كابتن اسلام، المنظر كان جميل وكل شيء كان رائع، سواء بقى استقبال او تنظيم او حتى المباراه نفسها. يعني مش عايز اتكلم فنيا لان طبعا كباتن عندك كلام فني، بس النهارده يعني مباراه بغض النظر عن ادائها السيء من خلال الفريقين، لكن احداثها ماشي بشكل كويس لغايه لما انتهت ضربات الجزاء. تحولت بشكل انا ما حبيتهوش، ولا من الاهلي ولا من الزمالك، لكن في الاخر في بطل السوبر دلوقتي هو نادي الزمالك الموسم ده، الموسم اللي فات يعني. فبالتالي كل مبروك ليه، و ان شاء الله الماتش اللي جاي يبقى افضل من كده ان شاء الله. ايه اللي حصل بعد الماتش يا كابتن فاروق؟ بص، هو يعني تفصيلا كده كابتن اسلام، طبعا اخر ضربه جزاء او اخر اللي رجحت كفه نادي الزمالك كان عبد الله جمعه. يمكن عبد الله جمعه بعد ما احرزها جري على جماهير نادي الاهلي. انا ما اعرفش طبعا التعبيرات لان احنا كنا بعيد شويه في المدرج، لكن هو كان جري على النادي، جماهير النادي الاهلي، وبالتالي ده عمليه استفزاز. يعني حصل عمليه استفزاز من عبد الله. اللي حصل ان بعض اللعيبه من لعيبه النادي الاهلي، عمرو السوليه يعني حاول ان هو يبعد عبد الله جمعه عن الجماهير، لان الجماهير ابتدت يعني كان في ازاز ميه ابتدت تتحدث، فبالتالي كان ممكن عبد الله يعني يتعور او يحصل اي حاجه او تحصل مشاكل اكتر من كده. طبعا بعض لعيبه نادي الزمالك افتكرت ان عمرو السوليه ووليد سليمان، اللي انا شايف ان هو مظلوم، لان فعلا عبد الوليد سليمان كان بيحاول يحوش عبد الله جمعه هو وعمرو السوليه عشان يبعدوه عن الجماهير. ده اللي انا شايفه في الملعب على فكره يعني. يعني اللي حصل ان لعيبه نادي الزمالك افتكروا ان هو يعني الوضع عكس كده، ان في عمليه ضرب او تعدي على عبد الله جمعه. فالامور اشتبكت بشكل كبير جدا جدا ما بين اللعيبه وبالاخص مع سليمان. يمكن كان زعلان جدا من الموقف، وكان مصر جدا ان عبد الله جمعه كان يعتذر له، لان هو فعلا يعني ما عملش حاجه. يعني هو وجهه نظره ان هو كان بيحاول بس يبعده عن جماهير النادي الاهلي. في الاخر الامور هديت في الاخر، وما كانش في اي مشكله خالص. لعيبه نادي الاهلي طلعت استلمت الجوائز او استلمت المركز الثاني، ونادي الزمالك طبعا استلم كاس السوبر، وده اللي حصل يا اسلام. لكن الشكل نفسه اثناء التفاصيل دي كلها كان وحش، يعني كان واضح انها كانت خناقه ومشكله كبيره جدا وضرب، وده في حد ذاته وما كانش المفروض يبقى يحصل. يعني انا كنت شايف ان عبد الله يفرح مع جماهير، طيب يبعد خالص عن جماهير الاهلي كده يعني. ده بس روح، هو تملي ماتشات اهلي والزمالك ما بتخرجش غير لما يبقى في حدث، يعني عشان انت مش عارف استاذ زمالك احنا موجودين في انت فاهم اقصد ايه. هي بس النقطه اللي مزعلاني جدا موضوع كهربا مع طارق حمد، لان في الاول والاخر كنا بنلعب مع بعض. يعني انا يعني احنا في الاول والاخر احنا اصحاب، ما توصلش ممكن يبقى في تخبيط في الملعب، بس ما توصلش ان احنا نشد مع بعض، لان في الاول والاخر لعبنا مع بعض. قول لي الكواليس يعني يا فاروق، اللي حصلت يعني ما بين كهربا وطارق حامد. بص، هو واضح ان كهربا زي ما كنا بنتكلم في حلقه قبل كده، ده ان كهربا يعني اكيد عليه ضغوط كبيره جدا من جماهيرنا الزمالك اثناء حتى التسخين واثناء الجماهير وهي بتنده اسمه. يعني كانت يعني بتضغط على الكهرباء بشكل كبير، وانا اعتقد ان ده تاخير من مستر فايلر ان نزول كهرباء كان بسبب كده. يعني ده وجهه نظر يعني. لكن في الاخر طيب، هل حصل حاجه بعد الماتش يعني ما بين كهربا واي لاعب؟ لا، هو زي ما بقول لك، وقت المشكله كهربا كان برضو بيجري ورا عبد الله جمعه وحصل الاشتباك، لكن في الاخر عمليه الفصل حصلت، ومحمد فضل نزل وحاول يفصل لاعبي نادي الزمالك ويبعدهم تماما عن الاريا اللي موجود فيها لاعبي النادي الاهلي، وده اللي حصل في الاخر. زي ما بقول لك الامور هي دي. ويعني عايز اقول لك ان احمد مرتضى منصور راح
باس وليد سليمان واستاذ احمد مصطفى منصور عضو مجلس الاداره، وكان رئيس الاتحاد باس وليد سليمان وباس لعيبه الاهلي، وابتدى يعني الامور ايه عمليه التقارب خلصت بسرعه، وده كويس جدا لما يكون في حد مسؤول من الزمالك يعني لم الموضوع، ودي حاجه محترمه جدا. طبعا انت هتنام بدري النهارده. انا فطرت الساعه 5 والله يا اسلام عشان زعلان بقى ومتضايق وكده. والله بص انت عايز مشاعري اللي هي بقى بعيد عن الاعلام. اه طبعا زعلان يعني، لكن زي ما بقول لك البطل النهارده هو النادي الزمالك، وببارك للجمهور وببارك ليه. اتقال ان انتوا كنتوا متفقين لو الاهلي كسب كده ان انتوا هتسهروا في مكان معين بعد المباراه. نقيت فيها انت شكلك ولا اي حاجه؟ ولا نقيت ولا حاجه يعني، بس عشان تبقى عارف ان انا متابعك وانت هناك بس. ولا اي حاجه، هو كان في عزومه كده كابتن اسامه نبيه يعني كان عايزنا عليها يعني واحد صديق ليه، فخلاص كده ما فيش حد هيخرج باين عليه يعني من بتوع الاهلي بالذات كده. خلينا بس تيل يا فاروق، تيل لو روحنا. بص يا ابني انت ايه يا ابني ابراهيم انت خلاص يا ابني هو ملوش نفس. يا كابتن رضا، يا كابتن رضا ساتر على اللي جنبك ده. ايه يا رؤى، انا بقول لك انت هتروح يعني مالكش نفس يعني، خلاص عادي يعني كده ان شاء الله شوية. يعني ان شاء الله لما تيجي يوم السبت كده يعني ان شاء الله يبقى وشك بشوش وفرحان وعادي وخلاص. يلا ماشي يا كابتن، بالتوفيق وترجع بالسلامه ان شاء الله يا كابتن فاروق ان شاء الله، وهارد لك. الله يخليك يا حبيبي.